يلا اليوم الي اجلال بلش من هلا ما بعرف جيبوا لي الاكلات بده اطلب ايه انا اذا عصبت شو بتعمل؟ ما بعرف ايوه وسام صباغ ايه 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 هيدا اوكي نعم تفضل تفضل ولا هلا ألف ألف مبروك خمس دقايق وسام ما راح تشوف إشي من خلال صعب علي شوي بقى ضب الغراب وين الغراب وينك أنت أصلا وبحب أذكرك وسام وسام بحب أذكرك إنك ممنوع تستخدم غير الأدوات اللي موجودة قدامك عشان تعرف تطبخ شو يا أستاذ وسام شو يا حبيبي وينك وينك يا عيوني أيوة هون هون أنا. إيه أحمد وينك يا حبيبي شو أبو حميد شو عم بيصير معك عم بتشوف؟ إيه هذا بصل اللي بإيدك بصل ولا شو هاد؟ يارا يارا بتعرفي إيش رح تعملي هلأ؟ رح تصيري ترسمي له ممنوع تحكي ولا كلمة رح ترسمي كل إشي بدك إياه تحكي له إياه على ال يارا على السريع قولي لي شو بعمل بهدول؟ بسرعة يارا يلا ممنوع يارا. تكتبي أسرع بس رسم نبلش الدرس الأول يارا أسرع ألف مبروك تفضلي ممنوع أحكي ممنوع كتابة رسم شوي وسام صباغ ايه حبيبي ممكن حبيبي اخذ النظار ممكن اخذ النظار من هون خلي زي ما انت زي ما انت يلا خدها اهلا وسهلا فيك بكوكب الارض شوية لحمه اسمع لي بصراحه بصراحه انت بتحسن عن المرحله الاولى بصراحه يعني في نظافه في تقطيع بترتيب صراحه في ابتسامه وتكوني مساعد يعني عم تذهلني لي برافو انا يعني نحن تلاميذك شف إلي جلادي ويارا لسه عم يرسموا لبعض وانا حابب اجرب شف النظارات عم بشوف لحظه رح احط شويه بصل هيك مع هدول شف يلا لازم لازم تجرب النظاره ما في وحده اوكي خشب. يارا يارا بتقدري تبلشي هلا خشب انك خشب. تحكي لك كيف طالعين انا وياك إلي جلادي ممكن تعطيني ايديك عشان نصعب عليك طب ليش عملت مسكت هيك؟ ايديك هي اللي خربت عليك ما هي عم بتغني هي ما عم تعمل شيء هي خربت عليك نسيت حالها خربت عليك الله خلص هيك هيك احنا بنحب ننكد معلش احنا هيك البرنامج عنا يارا اشوف يارا بس نخلص الك من سوربريز سوبريز شو يا يارا طب ما مبسوطه هيك وحياة الله طلع 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 شو عمل والله انه شاطر كثير معلش يلا يلا بدي اسمح له معلش الوقت الوقت عم يقطع الوقت عم يقطع يلا يا الي برافو الي يلا يا الي إلي بس متأكد إلي بدك تستعمل معلقة حديد مع المقلاة ولا خشب؟ طب يا خيي بس من قادر بدك تدبر حالك يا خيي وتسكبهم بالصحن شوف حتى أنت لو لا تقلا تقلا لبكرة لا تخلص شو بدك أيوة تخلص شيل اللحمة وحدة لحمة من وراك أنت حبيبتي تتحملي مسؤولية تقلي لبكرة لا تخلص ليك عم بشيل اللحمة لحمة ببقى سبع دقايق عادي عادي يارا شو بعمل؟ لك رؤى يا جماعة رؤى يارا شو بعمل؟ في جيران في جيران عندك إلي مش معقول مش معقول يارا ما بتنطقي يارا ما بتزبط ما بتزبط إليه إليه نعم. شو بدك بيارا انت اشتغل على ذوقك رح تخسر اكيد يلا برافو. ايوه ميرنا شفتي الجارات الجارات بلشوا يطوشوا مع بعض ليك ميرنا يارا انا بعدني سكتي انت ما بلحق اسكت طبعا يارا بتريدي كل واحد له بيته انا لحظه انا يارا بقلب حيطانك شغلي مرات حيطانك مالك شغلي يارا خلص قبل وقت سنين لازم اعلمك لسه ضايل له بيضايل له ضايل قد ايه معك يا يا ابني لسه ضايل مع وقت لسه ضايل مع وقت انا بلشت اعصب وانا اعصبت ايه انا اذا عصبت شو بتعمل ايه انا اذا عصبت شو بتعمل ما بعرف شيء ايوه المطبخ تبعي وكفي شغلي عادي لانه حسابي عند يارا انا حساب يارا عندي بالاحرى مش مشكله مش مشكله انا بدي منك قد 100 دولار يارا يارا رح ياكل قتل اليوم مش مشكله مش مشكله عادي هيك حياه الملاكمين على الحساب انت اجيت مع واحد ملاكم بدك تتحملي اكله دايت الزلمه شوي شوي بياكل مش مشكله رح يخسر فايتر اليوم. فايتر معنا فايتر رح يخسر اليوم يلا الي الوقت الوقت يا الي احنا خلصنا من زمان